الانطلاقة محمد عبد الشافي تقدم، تقدم محمد عبد الشافي استلم، انتظر القادمين من الخلف، بالتالي حافظ على كرته وهذا عامل مهم في هذا التوقيت. تيسير هيا محاولة خطيرة للنادي الأهلي، جول ثالث، جول جول جول، الله 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 على 11 النادي الأهلي يصل إلى هذا. شو شوف التمريرات، شوف النقلات، العرضيات الجميلة جدا، لمسة واحدة ثنتين، والبديل إسلام سراج، قلنا يضيء السراج ويذهب بعد ذلك لتضيء الجوهرة هناك بحضور النادي الأهلي ليحدد نفسه طرف أول.